امثله بسيطه قد ايه القضاء على المناطق العشوائيه وزياده التحضر له اثر. انا هنا بتكلم على اثر واحد، اثر اقتصادي. دي منطقه المدابغ في سور مجرى العيون اللي على اليمين حضراتكم، ده الوضع قبل التطوير وده الوضع بعد التطوير. احنا عايزين نقول ان مش بس البيئة العمرانية والبيئة الاجتماعية اللي تحسنت وهنتكلم على ده، احنا عايزين نقول ان احنا تعاقدنا مع هيلتون في فندق 5 نجوم 200 غرفة في نفس المكان اللي كان بيمثل بؤر التلوث. ده معناها ان مشروعات التنمية العمرانية اللي احنا بنعملها دي ما هيش لها تأثيرات اجتماعية فقط أو تحسين وجه الحياة فقط وجودته، لا، ده ليها مشروعات اقتصادية لما توجه ويتم العمل عليها بشكل جيد. نفس الأمر في مثلث ماسبيرو، احنا مضينا عقد مع لفندق 5 نجوم 260 غرفة دابل تري باي هيلتون وتم التعاقد عليه. مشروعات التنمية العمرانية هي مشروعات اقتصادية في المقام الأول. احنا زيادة نسبة التحضر أدت إن إحنا كنا في 2014 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان إجمالي الطلبات اللي بتقدم لها في السنة حوالي 500 طلب بمساحة لا تتجاوز 5000 فدان. إحنا في 2023 حتى الآن متقدم لنا 5122 طلب على مساحة 88000 فدان. إحنا العائد الاقتصادي اللي تم من بيع الوحدات بالدولار، وآسف مش من 14، من 2020 ل 2023 حجم الأراضي اللي تم بيعها بالدولار بتكافئ 6.5 مليار جنيه.